محمود ودور والي سعيد مرجان بالتحركات بإزعاج لاعبي الكويت الكويتي. شايفين الحذر كل لاعبي الكويت تقريبا في منطقة الجزاء باستثناء لاعب واحد هو فيصل زايد، كلهم عادوا مباشرة كل لاعب مع لاعب. رقابة لصيقة، أحمد العرسان، هذه الركنية داخل المنطقة، جول جول أنس إجبارات، آسيوية إجبارات، آسيوية فيصلي، آسيوي الزعيم دائما حاضر إجبارات في كل المباريات في أصعب الأوقات. أنس إجبارات، البداية فيصلوية، ركنية روعة وارتقاء أروع وتقدم أردني فيصلاوي هنا في استاد عمان. هذا الفيصلي، هذا الزعيم بهذا الهدف، جباله حصن على ترابه، على ترابه دائما. الإنجازات الفيصلي في كل مكان، في كل المباريات، في كل الأزمان حاضر، والتقدم فيصلاوي، ولكن المباراة بدأت الآن. المباراة حلو.